بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خير الكلام قوله تعالى في سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يأجوج ومأجوج مصطلح جاء في التوراة والإنجيل والقرآن، لأن يأجوج ومأجوج ظاهرة كونية تحدث في كل عصر، ولكنها قد تحدث في عصر دون عصر بشكل أقوى وأشمل وأعم وأكثر تدميرا، فهو مختلف ومتفاوت. هذا اليأجوج والمأجوج مختلف في نسبة تدميره أو بقائه أو آثاره. كلمة يأجوج الشخص الذي يؤجج النار، النار العظيمة يؤججها واحد بعود ثقاب، هذه معروفة، مهما عظمت النار فإن الذي يؤججها واحد، ما عليه إلا أن يوقد ثقابا فتسب النار عظيمة. نار إبراهيم جمعوا له حطبا أو جمعوا لها حطبا على مدى عام كامل حتى صارت نارا عظيمة، فأججها واحد وتأججت، حتى قال تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا كل فتن التاريخ يؤججها واحد بكلمة، بدعوة، بحركة، ثم يتبعه الآلاف. فيأجوج هو الذي يؤجج النار، والمأجوج هو الحطب العظيم الذي تتأجج فيه النار. وحينئذ كل من يؤجج فتنة واحد، ولكن يؤججها في أقوام كثيرين قد يتسعون حتى تشمل شعوبا أو قبائل، وقد تستمتد قرونا فتنته، وقد يهلك فيها الآلاف بل الملايين وهو واحد، والتاريخ مليء بذلك. نبتعد عن التاريخ ونبدأ منذ أن جاء الإسلام. وكما جاء في الحديث أن زينب بنت جحش كما رواه مسلم وغيره تقول: استيقظ النبي وقد احمر وجهه وعيناه وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج وبسط يده هكذا. يعني سموها بالحديث تسعة. طبعا العلم أن الأرقام العربية التي نستعملها 1 2 3 4 هذه أرقام هندية، الأرقام اللاتينية 1 2 3 4 5 هذه هي الأرقام العربية الأصلية، أخذها الغربيون من العرب واستعملوها، ونحن استعملنا الأرقام الهندية. فتسعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقد تسعة، هاي تسعة هكذا، يعني هكذا قال، فهاي تسعة، هذه تسعة بالإنجليزي لكنها هي بالعربي، لأن التسعة هذه الوان والتو والثري والفور والفايف هذه هي الأرقام العربية. إذن هكذا يعني تدل على قرب هذا الانفجار وعلى ضيقه ومحدوديته. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. وهذا الذي حصل، ما أن مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى استمر تدفق اليأجوج والمأجوج إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة. ولكن الأحاديث تقول كأن الذي يجري اليوم هذا يأجوج له قيمته وله اعتباره. باختصار شديد بدون تفصيلات، أول يأجوج ومأجوج بدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون ماذا حصل في المدينة؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا. يعني معنى ذلك أن هؤلاء المنافقين والمرجفين والذين ارتبوا، يعني شيء عجب في الزمان النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول النبي أن يتألفهم حتى أن هذا الذي كان زعيمهم كنا واحد عبد الله بن أبي بن سلول، النبي صلى الله عليه وسلم تألفه وأعطاه قميصه وأراد منه أن لما مرض زاره. هذه فائدة قدر،
هذا رجل مسعر حرب ومؤجج فتنة فهو يأجوج، وقومه المنافقون مع اليهود مع أهل الكتاب مع البثنيين مع أبو لهب مع أولي المغيرة، كل هؤلاء مأجوج أجج فيهم فتنة. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وما أن مات حتى قامت يأجوج ومأجوج ثانية، مسيلمة الكذاب وصور مسيلمة الكذاب وادعى النبوة. طبعا قد يكون لو يعني كان ممكن يمر 4-5 يضحك عليهم، فإذا صار عنده جيوش يعني هذه معركة اليمامة بين المسلمين ومسيلمة وهذا زوجته هم ادعت النبوة اسمها نجاح سجاح. وشو آياتهم؟ آياتها الضفدع مالك تنقنقين للماء تعكرين للتراب تشربين، من هذا الكلام الفاضي وسوى نفس النبي واتبعوه عشرات الآلاف. بس هذه معركة الإمام من المعارك التي استشهد فيها من المسلمين آلاف، وهي معركة ما الوعد هايف يأجوج ومأجوج، وقتل فيها خيار الصحابة حتى تلك المرأة البطلة الباسلة أم عمار نسيبة التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، هي وابنها وولداها وزوجها، حتى صار ظهرها من شدة النبال كأنه قنفذ لأنها كانت قد احتوت النبي صلى الله عليه وسلم واحدبت عليه، والمشركون يحاولون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ظهرها من النبال كأنه قنفذ، وقد أشيع أن محمدا قتل. هذه المرأة الباسلة قتلت في حرب اليمامة في المعركة مع يأجوج ومأجوج، مسيلم الكذاب وجماعته ولو أنصار ولو عوان. فهذه يعني أول ما يوجد من المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار هذول المرتدون، فقد تصور بقت 7 شهور، 7 شهور ما في في الحرم جمعة، يعني الإسلام توقف ما في شو يسوون ناس ارتدوا. ولولا أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعني أكرم المسلمين بأبي بكر كان راح الإسلام، لأنه هو الوحيد الذي أصر على قتاله. حتى سيدنا عمر على شدته وشجاعته وبسالته قال له يا خلاص ضع عنهم الزكاة، وكان راكب على بعيره ويخاطب أبو بكر الصديق وأبوك في الأرض. لشاب استشرى صاروا آلاف مئات الآلاف هذول العرب للعرب البدو، يعني هذا عنده لما يعطي شاة أو يعطي بعير زكاة صعبة، لأن هذا كله إلى هذا اليوم. هذا البدوي عنده الشاة وعنده الإبل وعنده يعني صعب جدا إعطاؤه، غالي عليه. فلما مات النبي قال ما نعطي الزكاة، هم حقيقة ما ارتدوا، لكن منعوا الزكاة، ومنع الزكاة اعتبروه نوع من المعرضة، يعني تمرد على الدولة. فعاد سيدنا أبو بكر بصحب عمر وهو على فراء على البعير قال له انزل الجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله قاتلته عليهم. وفعلا يعني قال سيدنا عمر لولا ابو بكر لهلك عمر. حينئذ هذه يأجوج ومأجوج ثانيه، والله شنو واحد ادعى النبوه اسمه مسيلمه. بعد ما خلصنا من عبد الله بن ابي بن سلول اللي يقول محمد كذاب، وبالله يصير مسلمين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله المنافقين لكاذبون ومرجفون وشاعات وسووا ودائما كل ما يصير معركة يغدرون بالمسلمين. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قامت هذه الدعوة التي ارتد فيها الأعراب ومنعوا الزكاة والتحقوا بمسيلمة. وفعلا معركة الإمامة كانت معركة، يعني لو كان نبي حقيقي ما سوى المعركة العظيمة، لأن أجج فتنة هذا مسيلمة. راح مسيلمة وجن وراها الخوارج زمن سيدنا قتل عمر أولا، وبعدين قتل عثمان، وبعدين شنو قتلوهم؟ اتهموهم بالشرك أنهم احتكموا لغير الله. زين، وبعدين فعلا يعني تعرفون ماذا صار من الخوارج وماذا فعلوا، وقتلوا وأعملوا سيوفهم بالمسلمين، قتلوهم شر قتل بقر البطون الحوامل وسمل العيون إلى آخره. وبعدين انتهت هذا جاب دم سيدنا علي بن ابي طالب، وتعرفون ايضا ما جاء سيدنا عثمان، يعني لو تعرفون يعني حاصروا 40 يوم ما يخلوا يطلع المسجد وهو خليفه، 40 يوم والمسجد على النبي ما بعد عنه كيلومتر واحد، ومحاصرين جاءوا ناس ما يعرفوا اغراب ما يعرفوا وين جاءوا من اليمن ومن مصر، وحاصروا بيت الخليفه. قال يا ابا انا صايم اجيبوا لي ماي، قال اشرب من الركوه، الركوه كان اناء يبول فيه، قال اشرب من هذا وهو امير المؤمنين. وبعدين دخلوا عليه على بيته وكسروه،
فزوجته هذه الزوجة العظيمة المشهورة نائلة بنت الفرافصة من نساء العرب العظيمات خلعت غطاء شعرها على أساس هذه المسلمين مهما كان لعلهم إذا رأوا شعرها يعني يستحون يخرجوا، قال خذي خمارك والله لدخولهم علي أشد حرمة من خمارك. وفعلا مطحوا أرضه ووضعوا السيف في 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 بطنه وهو خليفة المسلمين، ولما جت نائلة ترفع السيف قطعت أصابعها ونفذ السيف وقتلوه. وقص على هذا. أما لما لو تأخذ الحيثيات الذي اليوم الذي قتل فيه سيدنا علي باعتبار مشرك، مشرك علي بن أبي طالب مشرك، وبعدين فعلا نفس الطريقة البشعة حتى قال أين أنت يا أشقاها يا من تخضب هذه من هذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الناس وأشار على علي الذي يخضب هذه من هذه. واستمرت الفتن إلى هذا اليوم، في كل جيل هناك يأجوج ومأجوج، هناك رجل يؤجج فتنة فهو يأجوج، في قوم آخرين يتبعونه فهم مأجوج، أي وقع عليهم التأجيج. وهذا من قوانين الكون، وهذا حقيقة في هذه الأمة عجوبة. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وطبعا هو بعدة روايات وحديث صحيح، يعني يقول اختار ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا بلاء هذه الأمة وهم يأجوج ومأجوج، في كل جيل في كل عصر في كل مكان هناك من يؤجج فتنة غوغائية يتبعها كثير من الناس تستعمل القتل أداة. من شروط اليأجوج والمأجوج أنهم يقتلون، فكل جماعة من الخوارج أو من المرتدين أو أحزاب أو فئات أو معتزلة أو قدرية أو مرجئة أو رافضة أو ناصبة، كل من يعني يتبنى عقيدة أو فكرة ثم يقتل فهو من مأجوج ومأجوج، وحتما هناك من قادهم. يعني إلى عصرنا هذا يعني الشيوعية العظمى التي هي من أشد اليأجوج اللي قتلوا بالملايين، فذنها واحد اسمه لينين، واحد اسمه لينين وسيطر على الحكم في 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 روسيا واستولى على حلف ب 15-17 دولة ويملك نصف الكرة الأرضية، وكان يمكن أن يدمر الأرض كلها بالقنابل الذرية، ومع هذا رب العالمين أخذ هذا النظام وذهب بدون أي قتال واختفى. نسمع هذه المكالمة، تفضل يا محمد. السلام عليكم. سلام. شخبارك يا شيخ؟ خير. بس ياجوج ماجوج هم فتنة ولا ناس؟ شو فيهم؟ هم فتنة يعني ولا ناس يعني مثلنا؟ لا خلهم مخلوقين مثلنا لكنهم أهل فتنة. هم مخلوقين مثلك ومثلي لكنهم يسوون فتنة، يعني المنافقون، المرتدون، الخوارج، وبعدين استمرت إلى هذا اليوم، في كل جيل تطلع لنا جماعة كلهم يعني مثلنا، وغلب والآن في هذه الأمة أكثرهم مسلمون. وفي طبعا العظمى لا، كما مثلا يعني لما جت المغول والتتر، ودائما هناك واحد يقودهم، دائما هناك واحد هو الذي يؤجه. يعني مثلا يعني غزو الكعبة قبل الإسلام، واحد اسمه أبو رغال، واحد راح قال لهم تعالوا احتلوا الكعبة واقتلوا العرب ومش عارف ايه، واحد فعلا جاء أبرهة وكذا ورب العالمين، لولا أنه أنزل الطير الأبابيل ذهبت الكعبة وذهب العرب. زين، بعدين في من الـ من الـ من الأجوج العظيمة في التاريخ، التثر والمغول لما جاءوا على العالم الإسلامي جابهم واحد اسمه أبو رغال، اسمه ابن العلقمي. ابن العلقمي هذا هو راح جاب هذا المحتل الكاسر المغولي التتري وذبحوا في العراق نصف الشعب، والنصف الآخر عاش في المجاري، كانت مجاري العباسية مجاري عظيمة عاشوا فيها إلى هذا اليوم. أننا نرى أماكن فعلا من بقدر هذا الاستوديو، عاشوا في 3 سنوات وقتلوا مئات الآلاف، حتى كان في كل شارع عملوا تنور من الجماجم معروف، يعني إلى رب العالمين هداهم وأسلموا وصارت الحضارة التتارية الإسلامية حضارة عظيمة. وأقرأ التاريخ في كل العباسيين في الأمويين في العثمانيين في العصور الحديثة، تجد هناك واحد أجج فتنة، واحد جاك على كما تحدثنا في السابق، واحد يجي بدعوة حلوة وجميلة كما يفعل الدجال في آخر الزمان،
يأتي بفكرة جميلة إنسانية من حقوق الإنسان والديمقراطية ويدعو للخير، حتى إذا تمكن أعمل سيفه في الناس. وهكذا أنت تسمع أنت في كل مكان يأتوا لك من سنة 1917 من سايس بيكو إلى غيرها، جت جيوش زاحفة من كل مكان، من كل مكان في العالم الغربي، وكل جيش زحف على دولة، وبحجة الإصلاح والاستعمار نعمركم ونصلحكم نملك بسور، ثم استولى، لما استولى أعمل سيوفه فيهم، وهذا جاري إلى يوم القيامة. حتى قبل الإسلام هذا جاري، وكأنت تشوف ماذا فعل سيدنا موسى، يعني هذا يعني قارون عمل فتنة يأجوج ومأجوج، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز. سيدنا عيسى ماذا فعلوا به؟ سيدنا داود ماذا فعلوا به؟ كل سيدنا لوط، كل جيل فيه يأجوج ومأجوج، لكن يبدو كما في نصوص الآيات يبدو الحول. هذا القرنين في زمان كان يأجوج ومأجوج، هذا بآسيا يعني مصر واليابان. هذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم رد؟ يعني هذا كان في زمانه، كان يعني كان صيتهم ذايع كما هو الآن. هناك قوة شريرة تستعمل الحيلة على الدخول إلى هذه الدولة أو تلك، ثم تتمكن، ثم تعمل فيهم الحرب والسيوف والتقسيم والفتن. هكذا كل وهذا من قوانين هذه الكرة الأرضية. لا يمكن إلا أن يكون فيها في كل جيل هناك واحد يؤجج فتنة في قوم مأجوجين، أي تؤجج فيهم، فهم يأجوج الذي يؤجج ومأجوج القوم الذين أجج فيهم. وهذا على امتداد التاريخ حتى في أوروبا. أنت لو تقرأ في أوروبا ماذا جرى فيها من حروب ومذابح لعجبت. يعني هتلر واحد، ستالين واحد، لينين واحد، شو يسووا في العالم؟ حروب أبادوا مئات بالملايين. يلا يا خالد. السلام عليكم. عليك السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. زادك الله من فضله. حفظك الله ورعاك. من يقول إن شاء الله. يا شيخ أول شيء نشكرك على الموضوع القيم. بارك فيك. اللي فعلا يلامس ما يحدث الآن. صحيح. وبشكل واضح يعني. احنا لا في أي مأجوج. نعم صدقت والله يا شيخ. لكن الأمر الآخر، لما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يقصد يعني بالأخص الجزيرة العربية أم قال على أي مكان في العالم؟ لا 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 لا، قال ويل للعرب من شر قد اقترب. العرب فعلا حصرا. أيوة. وهذا الذي حصل في التاريخ. والغريب إلى هذا اليوم، صدق رسول الله، إلى هذا اليوم أكثر أمة تعاني هم العرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني حتى فيما بينها، يعني احنا من امتنا من طلع وسووا جماعه وسووا حج ابادنا. يعني انت خذ خليك من التاريخ القديم في عصرنا هذا، ابدا من عام 1918 لما دخل الغرب ايضا يأجوج، وخذونا ومزقونا وسووا دول بحجه الاستعمار والتنظيم، وبعدين غدروا فينا زين، وبعدين صعدنا حقيقه، صعدنا حكومات ودول جميله وجيده، ملكيات رائعه، صارت اعمار والى اخره. حقيقه يعني احنا كلنا وعينا، اللي في سني اللي عاش في مصر واللي عاش في العراق واللي عاش في ليبيا واللي عاش في الملكيات، سووا حكومات رائعه وشعوب تقدمت وصناعه واعمار، شيء خيال. في هذا الخضم، في هذه النهضه، طلع واحد هم دعوة حلوة ودعوة جميلة، وتعالوا نسوي احنا وطن حر وشعب سعيد، واحنا نسوي استاذ وطنية والناس كلهم سواء، وضحك على الناس واستقطب آلاف بل عشرات بل مئات بل ملايين الناس من الشباب المتحمس، استقطبهم ونظمهم، وإذا به يوم بعد يوم يخدرهم فيجعل عقيدتهم أن يقتلوا الآخر. الآخر كله مرفوض، كل من عداهم فهو رجعي. وفعلا أنا أحد الناس، سجنوني وقتلوا الآلاف وساحلوا الآلاف. هذا حصل في العراق وفي سوريا وفي مصر وفي المغرب وفي اليمن، كل مكان حصل. حزب الشيوعي، حزب الشيوعي كبروا، كان يحكم العرب جميعا، وبقى حوالي 20 سنة قتل الآلاف من الضباط والمهندسين والعلماء إبادة. ليش؟ هو هذا يأجوج ومأجوج، وراحوا، وبعدين جاء وراهم جماعة آخرين اسمه قومية العرب ما عرف إيش إلى آخره، نفس الشيء، وهم تقتلوا وبعدين راحوا وجاء وراهم اسمهم بعثيين.
بعدين راحوا وجم وراهم أشياء إسلاميين. إسلامي هذا مش مدين منه طلع جديد، هم واحد سواهم، يذبح بالعالم يذبح بسكين يعني يروح المسجد يفجر فيه يقتل مثل على السوق أطفال ونساء. كل يأجوج ومأجوج سلاحه القتل العشوائي يعني جماعي، يقتل جماعة كاملة، مسجد كامل، حي كامل، سوق كامل على امتداد التاريخ. ولا يسمى يأجوج ومأجوج إلا إذا كان له أتباع كثيرون وكلهم يقتلون وقتل عشوائي يثيرونها فتنة، هذا يأجوج ومأجوج، هذا من قوانين هذا الكون هكذا. طيب إذن رب العالمين شو يقول عاد في هذه الآية؟ احنا لو نستعرض عجبا، يعني ايش تستعرض؟ يعني الغريب ان هذه الفرق، يعني هذا الذي ياتي مأجوج ومأجوج ويسوي جماعه خوارج وما خوارج ومعتزله وقدريه ومرجئه وما اعرف ايش واشكال وما حصل عن في زماننا احزاب وجماعات. شوف الصومال مثلا وحده كانموذج، او بافغانستان او باكستان والبقيه قادمه وبالعراق، من كل عنوان يقتل الآخر، الناس تقتل الناس، فلاش الإسلامي، كل إسلامي وناس تذبح ناس. هذا واحد هو الذي سواهم وقنعهم وارضاهم وضحك عليهم، أعطاهم يعني السم في الدسم، ثم تبين السم هذا قاتل وبدأ لا يستطيع أن يتراجع، يذبح أخوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال توصيفا لهذا يأجوج ومأجوج، قال حتى يكثر فيكم الهرج. قال صلى الله ما الهرج؟ قال القتل حتى يقتل الرجل أخاه وجاره وابن عمه حتى لا يدري القاتل لما قتل والمقتول فيه وقتل. هذا الذي يحصل في العراق الآن، ويحصل في أفغانستان الآن، ويحصل في الصومال الآن، ويبدو أن والآن يحصل في بعض الدول العربية كما ترون. هذا الذي حيتطور إلغاء الدولة. هو شو معنى يجوم أجوج؟ حرق كل ما هو موجود، حرق الدولة، ما في دولة. مكان الدولة تصير مثلا أحزاب، بعد الأحزاب تشتظى، أو تصير قبائل، كل رئيس قبيلة هو خلاص يعطوه ملايين ومليارات ويرضى، ويصير هالدولة مكان ما كان يقودها واحد يقودها 500-600 واحد، اللي شيوخ واللي رؤساء أحزاب واللي رؤساء دين، ها؟ شوي بعدين يتحاربون شوي حتى هذول يروحون، ونصبح بالضبط مثل الهنود الحمر. الهنود الحمر أصحاب أمريكا، هم الذين كانوا يعني يحكموا أمريكا، وكان لهم كما رأيتم بالأفلام، مع أن الأفلام تشوههم، هم أرقى بكثير من الفيلم الكاوبوي الأمريكي، كثير أرقى، هم قبائل ولهم قيام وتقاليد وعندهم عيب وعندهم شيخ أمير رئيس القبيلة، هم طلعوهم أوباش. بعدين لما دخلوا عليهم هذول جو على من بريطانيا وغير بريطانيا، ودخلوا عليهم واحتلوهم، أبادوا أول مرة الرؤساء، يعني لم يعد لهم تنظيم، أبادوا الدول، هي مش ما كانت الدول، كان في رئيس قبيلة، أبادوا هذا الرئيس، بقوا أفراد إلى اليوم. بعد 300 سنة حاطيهم في كانتينات، في يعني أماكن بعيدة، في مربعات. إيه إذن هذا المطلوب، كل هذا اليأجوج والمأجوج واحد. وقرأ التاريخ الأوروبي، التاريخ العربي القديم والمعاصر، تاريخ العالم كله، دائما في كل مجتمع في يأجوج والمأجوج واحد يعمل جماعة ثم يبدأ يقتل. يعني مبارح سمعتم الأول، مبارح في دولة أفريقية واحد الرئيس ومنتهي ولايته، والرئيس الجديد منتخب، هو ما يقبل الله، قتل 800 واحد. الصور واحد يقتل 800 واحد، يعني هذا لا يجوز، ما قتل 800، يمكن هذول جماعة مسلم الكذاب. حينئذ هذا يأجوج ومأجوج، هذا أجج فتنة، أقنع حزب أنه هو رئيسهم، ولو انتهت الولاية لازم نظل جالس إحنا نظل بالحكم، وبدأ يقتل الناس في يوم واحد، قتل 800 واحد من شعبه. في واحد لا أخوة هو رئيس جمهورية هايف، وبعدين هذا المفروض يولي زين، ما يقبل يطلع يضرب على شعبه بالقنابل والصواريخ والميليشيات، ها، والطيران. هذا يأجوج
أجد في شعبه في عنده جماعة وعنده حزب وعنده ربع أقنعهم بأنهم هو شكل فصوهم مأجوج، فهذا يأجوج مأجوج. هذا من قوانين الكون، حصل في أوروبا وفي أمريكا. في أمريكا تعرفون الحرب اللي صارت بين الأمريكان شمال شمال وجنوب. يلا يا سعيد. السلام عليك. سلام. كيف الحال؟ ياك الله. أسألك عن العالم، يعني الموضوع اليوم كيف، يعني هل هو حكم الغاب أو شو يعني العالم؟ والله إذا أقول لك هذا 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 الذي يجي صح هو غريب، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى، لاحظ يا سعيد، رب العالمين على هذه الآية، هذه الآية بالذات لما تكلم عن نوع من أنواع اليأجوج والمأجوج يبدو أنواع خاصة. ليش؟ لأن قرنها بيوم القيامة، يعني جعلها من أقرب علامات الساعة. وش يقول؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ما تعرفين يجوك، لاحظ ناس تجي معه وناس تجي ضد. وحينئذ هذول يقول واقترب الوعد الحق، يعني اقترب يوم القيامة. نكمل بعد الفاصل. إذن هكذا هو اليأجوج والمأجوج، واحد يحمله فكرة معينة. يعني مثلا بزمن الخوارج الأوائل شو كان المشكلة؟ طلع واحد يقول احنا لازم نقتل أولاد الكفار. ليش؟ قال الله يقول على لسان سيدنا نوح، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن فأطفال الكفار فجأت على نذبحهم. صاروا فعلا الناس صدقوا وصاروا حزب وصاروا جماعة وبدأ قتلوا بالمسلمين. ما بزمن المعتزلة هذا واصل بعطاء، شنو الخلاف والمشكلة؟ هل أن القرآن قديم لو لو لو, لو حادث؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ الناس قالوا كذا، فكل من يقول يعني حادث ومخلوق يقتلوه يذبحوه، يعني إمام أحمد وأبو حنيفة يعني ماتوا بالتعذيب لأنه قيابة قالوا البخاري، صور البخاري ماتوا ما حصل عليه لأن قال المعنى قديم واللفظ حادث. زين؟ وش انشغلوا بها 100 سنة؟ كل يوم طالع واحد ها له جماعة له أنصار طلع له فكرة هايفة، سوى له حزب، سوى له طائفة، سوى له فكرة، سوى له مذهب، وهو مذهب يقوم على القتل. هو يفسي أن كل من لا يؤمن بما يقول فهو مشرك ومرتد، كما هو الآن. والآن في جماعة الآن إذا خلفتم في قضية يقول أنت مشرك ويذبحهم ذبح الخراف. هذا في طول من زاجة الإسلام إلى اليوم هم موجودين ويبدو حيبقون إلى يوم القيامة. كأن هذا من قوانين هذا الكون. أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ هكذا هو الأمر. طيب، فهذه الفرق الإسلامية التي فعلا يعني سالت بها دماء المسلمين أنهارا، واحد سواها ثم أشعلها فتة وبدأ أنصاره وأتباعه يقتلون الذائب والآيب. يعني هذول الخوارج كانوا من القصة بحيث لا يقتلون إلا الحامل، يعني الحامل يعني إذا كانت زوجة واحد من مخالفيهم يبعثها بالسكين يذبحها. مرة اعتقلوا كانت زوجة هذا بنت أبو هريرة، هي وزوجة رايحين لليمن وبالطريق أسروهم الخوارج، لهم كتائب تقاتل، شوان كتائب مال ليبيا، كتائب الخوارج تقاتل في الصحراء وكانوا شجعان، وحتى كان بهم نساء. هذه غزالة واحدة قائدة خارجية كانت يعني تقود جيشا وتكسر جيوش. وحينئذ هذا مسكين هو زوجته ماشيين على البعرة على بعير، عرفوا أن هذا ابن أبو هريرة، بنت أبو هريرة، وهذا زوجها، فربطوهم في واحة بالصحراء وربطوهم على نخلة وخايفين، يعرفون هذول حيذبحوهم، فكانوا خايفين جدا. فوقعت تمرة من النخلة، فأحد الحراس من الخوارج التقطها لأكلها، فالآخر ضرب إيده قال له اخسأ، استأذنت صاحبها، كيف تأكلها؟ فهذا حرام. ففرحوا قالوا والله إذن لا بأس علينا منكم ما دمتم بهذا الورع، فأنتم حتقتلونا. فقام فذبحوهم كما تذبح الخراب على الكلمة. كيف تقولون هذا الكلام؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم كما هم الآن يقول غلمان حمقى شأنهم التحليق، يحلق رأسه صفر أبيض ولحيته طويلة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، لما يصلي واقف مجنح وخاشع يعني شيء ما في واحد منكم يصلي مثلهم. زين؟ يقول يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون المسلمين.
وحينئذ هذا من ظواهر ومظاهر هذا الكون الذي نحن فيه، وهذا من بلاءات هذا الدين التي يبتلي الله بها عباده الصالحين ليمتحنهم. وما من نجاة ونجاح يوم القيامة إلا ببلاء، وأهل البلاء يوم القيامة ملوك، وهذا البلاء هو الذي يطهرك. وإذا حب الله عبدا ابتلاه، ومن البلاء هذا الذي يجري اليأجوج والمأجوج في كل عصر. حينئذ عليك أن تعرف أن تقف لهم أحيانا، قد لا تقتل ولكنك تميل إليهم. وبالفعل رأينا أناس هلكوا لأنه شاف نفسه مع هؤلاء الجماعة، أقنعوه بالمبادئ، أقنعوه بالكلام البراق، وصدق دعاواهم أن هذول الناس طيبين وإنسانيين وأفكارهم حلوة، تحررية، أمة عربية واحدة، وطن حر وشعب سعيد، الإسلام ديننا، ومش عارف مين، وبغبائه انسرق معهم أو على الأقل بحسن نيته، وإذا به يرى نفسه يقتل ويذبح ويفجر، ويقول يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون الناس كما قتلوا إمام المسلمين علي بن أبي طالب. زين، إذن هذا البلاء من ضمن البلاءات الأخرى، لا بد من فتنة وامتحان في كل جيل. هذا امتحان الدوري لهذه الأمة، لهذا الدين. ولهذا لو تعلم ماذا يعني أن تدخل الجنة، وما هي الجنة التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قبل بشر. يا ابني أنت الآن في هذه الدنيا، واحد من أجل ملك يكون ملك 20 سنة، وبعدها حيموت، قتل مئات الآلاف بل قتل ملايين حتى يصير ملك، بل يقتل أخوه ويقتل أبوه ويقتل ابنه. وفعلا الناس عانوا في سبيل أن يكون ملكا أو أن يبقى محتفظا بالملكية، يقتل شعبه. فما بالك بهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والتي لا موت فيها ولا تحزن، وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. حينئذ تستحق كل هذا البلاء، ألا إن سلعة الله غالية، فلا بد من أن تؤدي فيها بالصبر. نعم، قد لا تبتلى، لكن لتعلم أن هذه الجنة درجات. يعني أقل درجة في الجنة بقدر الدنيا مش عارف كم مئة ألف مرة. حينئذ عليك أن تعلم بأن هذا له ثمنه، ومن ثمنه هذا البلاء، كما يبتليك الله بالمرض، بعدو، بيتم، بفقر. أكو ناس والله فيهم بلاء وصابرين، والله تحتقر نفسك. صار يعني واحد يعرف انه حي بعد كم يوم صار اعمى، واحد بسرطان، واحد مسكود يعدموه، واحد عدم اولاده او زوجته، واحد مش لاقي ياكل ميت من الجوع، واحد طردوه من البيت وما عنده ايجار. وهذا الان ظاهره في دول عربيه كثيره. زين، جاك محتل واباد اهلك وقومك وخلاك انت مشرد. الان حوالي 7 ملايين عراقي منتشرين في مصر وفي الاردن وفي سوريا وهنا بكل مكان، مش لاقين ياكل لقمه. ليش طردوهم؟ هذا بلاء، وصبرك على بلاء. لكن اعظم البلاء ما يمكن ان يكون اذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى، اما ان تكون من اليأجوج او ان تكون من المأجوج. فاذا كنت من اليأجوج فقد هلكت انت الان في جهنم قطعا. إذا كنت أنت اللي تثير الفتنة، تثير هذا الانفلاق بحجج واهية، خلق القرآن وما خلق القرآن ومش عارف إيش، والقضاء والقدر، وأنت مسهل ومخير، والقرآن ويعني هذه التفاهات التاريخية. زين، أو تكون أنت مأجوج، أنت جوج وهذا لو قتلوك. يلا يا صالح من اليمن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. صالح قصر على التلفزيون شوي. الله يزيدك من العلم، الله يبارك لك. يرضى عنك. أنا أشتي أسألك، يعني عندنا في اليمن إحنا جوج وما جوج. بيقول لك المصيبة إذا عمت هانت، والحشر مع الناس عيد. الله حالك حال ليبيا وحال سوريا وحال والبقية جاية. يلا كويس، انتوا في مهرجان ما شاء الله. هو كل تاريخ واحد يأجوج، الان ما شاء الله زفت يأجيج ومأجيج. الله يعينكم ان شاء الله، يثبتكم على الايمان ويحميكم من الشر، ويا رب العالمين يا ارحم الراحمين تكتب لشعب اليمن وشعب ليبيا وشعب سوريا
وكل الشعوب وشعب تونس الحرية والأمان والإيمان، وتوحد قلوبهم يا رب العالمين، وتهدي عليهم حكامهم، وتبعد عنهم أن يأجوج ومأجوج المحرضين الكذابين المنافقين، وتثبت الصالحين الأتقياء الذين يريدون خير البلد على وفق هذه الأمة ودينها وتقاليدها وقيمها. وإياكم من المندسين، وما أكثر المندسين من الداخل والخارج. على كل حال، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، هذا لأول مرة. طبعا احنا هذه احنا تعرفون ان القرآن حمال أوجه. لو قلبت هذه الآية لاستطعت ان تخرج منها بأدلة كافية على هذا الاستنسال الذي يجري الآن، استنسال نعجة من نعجة وإنسان من إنسان، وهذا الذي وصلوا إليه فعلا الآن، يستطيعون أن يستنسلوا إنسان ويكثروه بضرب 5 أيام حق يجيب لك مليون مليونين واحد. هذا حصل الآن لكنهم متوقفون. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديث يذكر أن هؤلاء الناس الذين بالمستقبل إذا دخلوا على نهر وشربوا منه ينشف لكثرتهم، ثم تأتي ريح صفراء فتقتلهم. تحدثنا عن هذا سابقا. والوجه الآخر هو هذا النظام والقانون الكوني الذي بدأ بولادة بخلق آدم إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة. في كل جيل في كل مكان في العالم العربي والإسلامي هناك واحد. طبعا هو أنت لو أخذنا قد تجد أنت يعني مثلا في روسيا صار، في آسيا صار، في أفريقيا صار، في أوروبا صار، هتلر أوروبي زين حاصل، لكن عند العرب بالذات معنا. يلا يا عبد الله. حياك الله يا شيخ، وحيا الله خير الكلام اللي يخرج منك. الله يرضى عنك. اي والله يا شيخ. شيخ بس التفتت انتباهي، لان انا كثير نقرا كتب مثل منصور الحكيم هذا من مصر، وعندنا ايضا من المملكه راح سافر للصين والف كتاب وصور نفسه هناك في سور الصين، وقام دائما يحددون ماجوج وماجوج بجنس معين من البشر. هذا صح حصل، بس لكن من كلامك انه لا، هم موجودين في احيانا من جنسنا. نعم 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 نعم. هذا الياجوج مال، شوف الياجوج هذا مال القرنين اللي هو القرش، مش اسكندر المقدوني. نعم. لا قرش الفارسي هذا. كان هناك قبائل عظيمه تغير على ممالكهم، دمرتهم، ففعلا سوى سد موجود، هذا واحده منهم. اليأجوج الخطأ اللي وقعنا فيه أنه كأنه بس واحد، لا يأجوج واحد، هذا يأجوج ومأجوج، ظاهرة كونية. هنا يأجوج ومأجوج وهناك، يعني الآن أنت الآن في العالم العربي كم يأجوج؟ يا أخي أنا في العراق البعثيين الشيوعيين حبسوني، والبعثيين حبسوني، وهذا الموجودين طردوني، وبالتالي جماعات كالعمياء يعني عميان واحد قادهم وخلى يفتك بالآخرين، وبالتالي هذا يأجوج ومأجوج. الحزب الشيوعي عم العالم العربي كله والإسلامي، وفعلا قتل وسحل وذبح إلى أشكال والألوان. البعثيين نفس الشيء، القوميين نفس الشيء، هذول يسموهم السلفية نفس الشيء، يذبحون بالسكاكين كما فعلوا الخوارج. هذا كله يأجوج. لكن هذا اللي تفضلت به اللي ذكر القرآن سورة الكهف، فعلا كان يأجوج ومأجوج عجيب، لأنه هذول كانوا قساة ومتكاثرين بشكل خيالي، فجاء قرش وسوى السد والسد موجود زين. هذا واحد، لكن إياك أن تعتقد أن حالة يأجوج حالة واحدة، لا بس هذا حالة متميزة. ما التتار اللي جولك من المشرق وصلوا إلى مصر، كل هذا ذبحوا الناس، ملايين الناس ذبحوهم ذبح، هذا يأجوج ومأجوج زين. والآن هذا الذي يجري، طبعا هذا لما جوك أنت سنة 1917 جميع العالم العربي امتلأ أوروبيين، إيطاليا بالمغرب العربي، فرنسا بسوريا ومدري وين بلبنان، إنجلترا، بريطانيا، مصر والعراق والخليج، هذا يأجوج ومأجوج وأنا هجمة واحدة. هو شو يأجوج؟ واحد يقود مجموعة كبيرة ويقتل، هذا يأجوج، والتالي هذا فهذا الذي ذكره يا أخ عبد الله صحيح. وإلى الآن ذاك الصور موجود، لكن الخرافة اللي عندنا أنها لسه موجودين ويلحسون بالحائط، يا ابني هذا اليوتو، طائرة اليوتو اللي تفتر فوق العالم كله، هذه هي ماشية تصبر غور الأرض كيلومترين، إذا فيها بترول، إذا فيها ذهب، إذا فيها ماء، إذا فيها كنوز، ما عاد في أحد، لا موجودين ولا مسلفين. في زمان قرش كانوا فعلا قبائل ثائرة،
قلت لك البارحة في أفريقيا واحد قتل 800 نفس قبل كم سنة. هذه دولة أفريقية صار هم خلاف بيوم قتل 5000 واحد بيومين. هذا يأجوج ومأجوج. فحركات اللي يأجوج ومأجوج كثيرة لكن بيسقسم بها مشهورة مثل هذه رب العالمين ذكرها قال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في البال يعني خرج على بينهم سدة. تفضل يا عبد الحافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. وبركاته. الله يحفظك شيخي، الله يبارك فيك ويسلمك يا رب. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم. صدق رسول الله. فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. صدق رسول الله. كيف النجاة؟ كيف النجاة؟ كيف التمييز بين هؤلاء يا شيخي؟ الله يحفظك والله. لا لا والله لا, 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 لا 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 تقول هذا، لا تقول هذا. لم يخدم علم في التاريخ منذ آدم إلى اليوم. لم هذا مش أنا أقوله، يقول قد السهر هذا المستشرق الغربي العظيم، يقول لم يخدم في التاريخ علم كما خدم المسلمون حديث نبيهم. ما من علم نقي ونقح إلى حد الشعرة كما نقح رجال الحديث حديث النبي. هذا صحيح وهذا موضوع وهذا مرسل وهذا وكذا وهذا ما كفش. ولهذا ما عليك إلا نجيب أي كتاب. أما إذا شاع الجهل وشاع الكذب وشاع الوضاعون وما بقى علماء والكتب حرقت هذا اللي تخاف على نفسك. أما الآن لا، لا تخشى على أهل الدين إطلاقا. لن يستجر أحد على أن يزور حديثا. ليش؟ الكتب موجودة. هؤلاء الذين محصوا الحديث والذين نقوه كما تنقي أنت ثوبك من وبالتالي لا تخشى على هذه الأمة. كتاب وسنة خالدان إلى يوم القيامة وإنا له لحافظون. وكما حفظ الله بذاته بنفس القرآن حافظ الله هذا الحديث برجال الحديث. لا تخف لا تخف. نكمل بعد الفاصل. إذن هكذا هو الأمر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال انقسمت أو افترقت بنو أهل الكتاب إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وسوف تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. معنى هذا إيش؟ الافتراق نوعين، إما عقائدي وإما فقهي. الفقه لا مشكلة فيه، حنفي شافعي مالكي جعفري شيعي سني إلى آخره. هذه لا ما أقول شيعي سني، يعني أقول جعفري ها و و و و و يعني من حيث المذاهب الأربعة، أو يعني حنفية شافعية مالكية حنابلة جعفر الصادق الباقر إلى آخره. هذه ليس بينها عداء، هذا علم لم يحدث في التاريخ أنها اختلاف هؤلاء مذاهب أحد القتل أو يقتلون أحدا. المشكلة وين؟ في المذاهب العقائدية، هذه التي أشاع القتل بين الناس. كل فرقة تقتل الآخر وتفتي به فهي في النار قطعا لا محالة. اقرأ التاريخ كله، ما سمعنا أن فرقة حنفية أو شافعية أو مالكية أو حنابلة أو جعفرية الجعفر الصادق أو من الباقر أو من العابدين يقول لك بالعكس. كل الناس كل المسلمين يؤمنون بجعفر الصادق والباقر أنهم هؤلاء آل البيت، وأن ومذهبهم هو المذهب. وسيدنا أبو حنيفة يقول ما فتح الله علي العلم إلا عندما اتصلت بالباقر والصادق. وكان أبو حنيفة إذا حضر يعني يفتح على مذهب مالك وهكذا. المشكلة وين؟ المشكلة في المذاهب العقائدية التي تكفر وتفتي بالقتل. وهذا من مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم، ويبدو أنه إلى يوم القيامة. والمسلمون رقابهم تبتلى بالسيوف، أنت مشرك أنت كافر أنت مش عارف إيش أنت مرتد. هذا الذي إذا فعله أي مسلم فهو بالنار قطعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى عن هذا وقال سوف يقتلون قال رسول الله ماذا نفعل؟ قال فليسعك بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فضع ثوبك على رأسك يبوء بإثمك وإثمه. إياك أن تقتل حتى لو رفع السيف عليك، لا تدافع عن النبي خليه يقتلك، لا تقتله، حاول تهرب منه. إذن يا سيدي الكريم هكذا هو الأمر، هذه من قوانين هذا الكون هذه الدنيا. وأنت تعلم أنك أنت ابن آدم وإنسان مكرم، ابن آدم ولدين قابيل وهابيل،
من أول يوم قابيل قتل هابيل، فأنت ابن القاتل. ولذلك شهوة القتل عند الإنسان كبيرة، في الحروب، في العقائد، خلاف على ما، خلاف على امرأة، خلاف على بيت، خلاف على فكرة، زين، قاطع طريق، واقص على هذا. من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن بخير ما لم يصب دما حراما. هذا واحد. اثنين، يصب دما حراما هنا تقتل، لا، حتى لو عنت على القتل بكلمة. من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة، يعني واحد قال فلان اليوم راح يعدموه، ليش؟ قال سوف لا، قال والله مستاهل، ما كمل، قال مو هذا طلع فلان شي من فلان جماعة، قال مست وسكت ذو النص، كان يقول استاهل لكن نص الكلمة. هذا الذي قال نصف الكلمة يبعث يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. إذا كان الذي أعان على قتل هذا المسكين البريء بشق كلمة آيس، فكيف هذه الإبادة في العراق وفي بعد فلسطين وليبيا والبقية تأتي؟ يا ويل من شارك وقتل مسلما أو فرح بقتل مسلم. قد سأل لكن لما قتل فلان شعرت براحة، أنت هلكت، انتهينا، أنت آيس من رحمة الله. من أجل هذا، من أجل هذا، من أجل هذا عليك أن تعلم أنك اليوم في زمن كل الفرق في النار إلا فرقة، هذه التي لا تقتل أحدا ولا تفرح بقتل أحد، بقتل مسلم، بقتل واحد يقول لا إله إلا الله. إياك أن تفعلها، وتسعين بالمئة من الناس على الساحة على الواجهة يفعلونها. هذا الواجهة كلهم قتلة، الحاكم يقتل شعبه بالطائرات والدبابات أو بالسجون، والله العظيم هذول الجمهوريات فيها سجون تقشعر منها الأبدان، والله ما يسويها إسرائيلي في 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 غزاوي، زين. وبعدين هذه الإبادة الجماعية وهذا الأحزاب المتقاتلة والفئات المتقاتلة والعقائد المتنافرة، ما هذا الذي يجري؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على هذه، قال حاول أن تهاجر حتى لا تكاد أن تعض على غصن الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ليش؟ أنت في بحيرة، لو يكون واحد ضحك عليك مسلم من جماعة معينة، إياك أن يكون لك عنوان آخر، أنت مسلم فقط، ليس لك عنوان آخر، لا عروبي ولا فئوي ولا حزبي، أنت مسلم، أنت مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل من يقولها أخوك، وكل يهودي ونصراني أنت مأمور أن تحسن إليه لأن الله أمرك بذلك. والنبي قال، قال أوصيكم بذمة محمد خيرا، والله قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلا إذا قال احتلك وضربك وآذاك وانتهك عرضك وأرضك ودينك، أنت يحيذن بكل القوانين حتى بقوانين الأمم المتحدة، أنت لك الحق أن تدافع عن نفسك. هكذا هو الأمر. إذن المشكلة وين عاد؟ مو المشكلة حقيقة، الخوف رب العالمين. هذه الأحداث إن كانت هي الأخيرة، ولا أظن لسه، يعني حقيقة علامات الساعة لسه طويلة، نحن بخير ونحن موعودون بعودة المسلمون، موعودون بعودة جديدة ليتوسط الساحة مجد وقوة ووحدة من نوع معين. لكن يأجوج ومأجوج يبدو منها وحدة كبيرة، يعني احنا الآن نشوف الذي يجري بالعراق وباكستان وأفغانستان وبالدول العربية عند الصين وبليبيا وغير ليبيا، والله مخيفة يعني وجديدة، يعني كلها مع بعض، مع واضح أنه في ريموت شغال، في ريموت يعني ما هي طبيعية. لكن يبدو أن هناك يأجوج ومأجوج ضخمة قادمة في التاريخ، تلك التي يقول واقترب الوعد الحق فإذا هي يعني معناها تفجر يوم القيامة. وأنا قلت لكم مرة أن يوم القيامة أن العباد البشر هم اللي يفجرونها بالقنابل الذرية. شوف صار باليابان، اليابان عن لو تتنفس شوية تنتهي. فيبدو والله على كمال الحديث أنه إحنا نفجر الكرة الأرضية، ولما فجأة قوم القيامة خلاص ننتقل للعالم الآخر. فحينئذ يبدو هناك يأجوج ومأجوج سوف يؤدي إلى أن تفجر، يعني الآن كنا نخاف لصير حرب ذرية بين روسيا وبين أمريكا، تنتهي الكرة الأرضية. الآن شوية تنفس بسيط باليابان، شوف اللي صار، بس المفقودين 18,000، بس المقتولين إيش قد. ماذا لو هذا متنفس وإنما انفجر؟ يا لطيف، تنتهي الكرة الأرضية.
حينئذ يبدو هناك قادم، ليس هذا الذي هذا الذي نحن فيه ابطال الدول، ويصير مثل الهنود الحمر ما عندنا واعي، وهم ياخذون النفطات غير هالنفطات القشره خلي ياخذوها. وحينئذ بعد 4-5 سنين ما في حكومه والعياذ بالله، واشرف تعالى ان يكون هذا كلامي كله خطا وكله خرافات لما شات. لكن هذا بالتنظيم، انت اول هذا، ثاني هذا، ثالث، الرابع الخامس، السادس، السابع، الثامن، هذا مو شغلنا احنا. على كل حال، فيبدو في المستقبل هناك شيء من يأجوج ومأجوج مخيف، على حيفجر يوم القيامة رأسا، بحيث ذلك اليأجوج والمأجوج هو الذي سيفجر هذه الأرض بحرب نووية لا تبقي ولا تذر. والأحاديث على ذلك واضحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يموت بالملايين تسماها، ثم تأتي ريح صفراء ومطر فيأخذهم إلى البحار. وتعرفون أن كل عصف ذري وراءه مطر غزير وريح صفراء، والله أعلم، والله أعلم. وأنا قرأت ما قاله جوزيف روتبلات صاحب القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما عندما صار الاستنساخ والاستنسال وذلي ما ذلي النعجة، هو بعث لهذا الاسكتلندي الذي سوى الاستنسال، قال له يا فلان أنا أعلم أنكم سوف تستنسلون بشرا، وحينئذ لن تنام، لأني أنا عندما اخترعت القنبلة الذرية وألقيت على هيروشيما من يومها لا أنام. ولو تعرفون كيف مات أينشتاين، هو الذي صنعها، قلت يا لطيف يا لطيف. وحينئذ هذه الآية تقرن نوع من أنواع اليأجوج والمأجوج بيوم القيامة مباشرة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، الله قد كنا في غفلة من هذا. حينئذ لا تخافوا، هذه لسه بعد وين، بعد 200-300 سنة لسه أمام المسلمين جولة، كما قال ثم يعود المسلمون على هد الخلافة إلى 50 إماما. وواضح أن القوى العالمية، العالم كله أن يتغير. وين كانت أوروبا من ألعاب 90 بالقرن الماضي؟ لأن أوروبا مساكين غلابة، حتى أمريكا بدأت تتخلخل لأن رجعنا عصرية مرة ثانية، يعني العالم متغير. المهم حسن الله حسن الخاتم، صلى الله العافية، فما سئل الله سؤالا أحب إليه من العافية، عافانا الله وعافاكم وأحسن خواتيمنا، وحفظ بلاد الإمارات وبلاد العرب جميعا من كل شر إن شاء الله، وحفظ كل الدول العربية وشعوبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.